حقيقة كان حياتي هذا لك. الأسبوع عمل في مديرية الخدمات الطبية دؤوب لأجل تفعيل الرابط الإلكتروني الخاص بإصدار مع بإصدار البطاقة الدولية للقاح. كنا أشرنا في حلقة سابقة الأسبوع الماضي أن هنالك تنسيق مع وزارة الصحة في خصوص فتح نافذة خاصة لمنتسبي وزارة الداخلية الذين تلقوا اللقاح في مديرية الخدمات الطبية وفي مستوصف الشهيد علي إسماعيل. حاليا المديريه تقوم باستقبال المراجعين من منتسبي الوزاره الراغبين باصدار البطاقه الدوليه، نعم، جالبين معهم نسخه من بما الجواز. يتخبى بالسفر. نعم نعم اخي، اخي مقدم ناطق، هذه بخصوص هذه المعلومات هي مو بس للاخ المنتسب، حتى للمواطنين. نعم. وزاره الصحه حددت مراكز لاصدار هذه البطاقه الدوليه. نعم. هذه البطاقه الدوليه يستفاد منها في مساله اصدار الفيزا، كذلك في المطارات، كذلك في دخول الدول خلال السفر. هذه البطاقة ستكون بطاقة دولية معتمدة، لأنه سيتم إدخال معلومات اللقاح الذي تلقاه المتلقي للقاح في العراق، سيكون مرفوع على منصة عالمية. هذه المنصة العالمية من خلال هذا الباج ومن خلال هذه الهوية الصغيرة بإمكان أي مطار أو أي منفذ حدودي، سواء دولي سواء عراقي سواء عربي، أنه يتأكد من صحة هذه المعلومات ومن صحة هذا اللقاح. فكل المطلوب أنه جلب نسخة من الجواز، وأيضا صورة شخصية، وايضا بطاقه اللقاح الورقيه. فيما يخص منسوبي وزاره الداخليه فيراجعونه، وما يخص المواطنين فيراجعون مراكز هذه، نعم، مراكز المعلنه من قبل وزاره الصحه. نعم. وايضا سيتم تزويد برنامجكم وايضا اذاعه وزاره الداخليه بهذه الصوره. نعم. للمراكز. فيما يخص العمل المشترك مع مديريه الشهداء والجرحى، هنا كان موضوع حول ايفاد بعض الجرحى للعلاج خارج العراق. نحن كنا قد شاركنا في وزاره الخدمات الطبيه بإفادة الملازم أول الطبيب محمد حسن زهراو لرئاسة هذا الوفد. هذا كان كل ما موجود في هذا الأسبوع. فقط أنهم نحب ننوه أنه فيما يخص الدكتور الملازم أول الطبيب محمد زهراو تم توجيهه بخصوص هذا الجرحى، وأيضا سيتم بعد عرض الصور والتقرير من قبل أكيد ننتقل إلى النقيب علي بعدين لاحقا. نعم. يوضح أشكرك. لنا تحياتي لك مقدم أنمار. انتقل الى النقيب علي، ضابط اعلام مديرية الشهداء والجرحى.